السلام عليكم بنات وشباب مصر وطن عربي، معكم محمود الشرنكاوي من قناه مفيد. والنهارده في حلقتنا هعرض عليكم مشروب واحد بس هيساعدكم بشكل كبير جدا على تبديد الدهون المتراكمه في منطقه البطن. طبعا كلنا عارفين ان مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن بتعتبر من المشاكل الشائعة جدا عند كل الناس بشكل عام بنسبة 90 أو 75 أو 100% كمان. فدايما الناس دي سواء كانوا بقى بنات سيدات شباب رجال كبار اطفال بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبحثوا عن اسهل وابسط المشاريب بتكلفة قليلة جدا وبنفس الوقت المكونات بتاعتها تكون متاحة في البيت بهدف يعني تبديد الدهون اللي بتبقى متراكمة في منطقة البطن، وبرضه بنفس الوقت بتساعد على حرق الدهون اللي بتبقى متراكمة في منطقة الخصر. فأنا مش عايزكم تقلقوا من أي حاجة خالص لأن مشكلتكم بتعتبر بسيطة، ولأن إن شاء الله كمان هعرض عليكم مشروب واحد بس يا ما ساعد كل الناس على ان هم فعلا بامر الله، طبعا كله بامر الله، على ان هم يتخلصوا من الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن. بس اهم حاجه الصبر والاستمراريه وان بالكم يبقى طويل جدا، علشان طبعا زي ما احنا متعودين مفيش حاجه بتيجي بين يوم وليله. حلو قوي. والاهم من كل ده ان الاكلات بتاعتكم لازم تكون مشويه او مسلوقه او بتتعمل على الجريل، والكميات بتاعتكم تكون قليله شويه، بلاش تاكلوا حل قد كده وتشربوا بعدها المشروب ده وتقولوا انا كده هحرق، انتوا كده بتنيلوا الدنيا مش هتحرقوا اي حاجه خالص. فلازم نستخدم عقلنا مش نستخدم بطننا عشان خاطر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه بكل سهوله ونبقى كمان مرتاحين بنفس الوقت، والحركه بتاعتنا تكون سريعه بشكل يعني احسن او افضل من الاول. حلو قوي. فيا ريت الاكلات بتاعتكم تكون مشويه او مسلوقه او معموله على الجريل، وبعدوا كل البعد الممكن عن كل ما هو متعلق بالسكريات والاملاح، وتحاولوا برضو على قد ما تقدروا انكم تشربوا 3 لتر ميه في اليوم. ولو الميه هتكون يعني طعمها ممل او زهقتوا من شرب الميه حلوها بعسل او حطوا ليمونه فيها بحيث ان تحسوا انكم تشربوا عصير يعني. وطبعا في حاجه مهمه جدا، مش لازم تحسوا بالعطش علشان تشربوا، بالعكس جسمنا من قوه هو اللي بيبقى عطشان مش احنا. فمعلش تعالوا على نفسكم شويه واشربوا ميه مش اقل من 3 لتر او حتى كمان 2 لتر في اليوم، علشان بس تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم وبنفس الوقت تعلوا معدل الحرق بتاع جسمكم من قوه، وكمان برضو الدهون تبدا تتحرق او تتفتت اول باول. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هو المشروب ده، يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على المكونات، طبعا المشروب اللي هيساعد كل الناس على تبديد وحرق الدهون بتبقى متراكمه في منطقه البطن، انا عايزكم تركزوا معايا تسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. دلوقتي بقى هتجيبوا كوبايه ميه كبيره بالحجم ده، بالاضافه على كوبايه ميه هتجيبوا معلقتين صغيرين من النعناع الاخضر، سواء كان بقى مبشور مكروش نعناع على شكل ورق مفيش اي مشكله، المهم يكون نعناع ويكون مثلا معلقتين صغيرين، ولو النعناع على شكل ورق هيكون معلقتين كبار. هتحطوها فين؟ في الكوبايه اللي فيها الميه. وبعد كده هتجيبوا ليمونه كامله هتعصروها في الكوبايه اللي فيها الميه والنعناع وتقلبوها بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، ويا ريت الميه تكون يعني فتره ما بين الميه السخنه والميه البارده، او كمان لو عرفتوا تشربوا المشروب ده وهو سخن يبقى انتوا كده 10 على 10، لان السخونيه بشكل عام بتساعد على زياده معدل الحرق في الجسم وبالتالي بتفتت الدهون بشكل كبير جدا. حلو قوي. فدلوقتي بقى انا عايز اقول لكم ان المشروب ده ممتاز جدا، بس هو لوحده مش هيعمل حاجه، يعني لازم تمشوا على نظام، مش نظام دايت بس، يكون اكلكم لطيف شويه يعني مشوي مسلوق معمول على الجريل، ابعدوا عن السكريات والاملاح، اشربوا 3 لتر او 2 لتر من الميه في اليوم بجانب المشروب ده. انا بوعدكم وبتمنى لكم انكم ان شاء الله باذن الله في خلال 7 ايام او 10 ايام هتقدروا تلاحظوا نتيجه متخيله بنسبه 180 درجه في منطقه البطن. ويا ريت المشروب ده هيكون مكون من 3 حاجات، كوبايه ميه سخنه او ميه دافيه او ميه فاتره يعني، عليها معلقتين من النعناع الاخضر،
بالاضافه كمان الى انكم هتعصروا ليمونه كامله. المشروب ده هتشربوه فقط قبل الفطار، يعني مره واحده في اليوم، وهيكون قبل الفطار على الري، يعني مثلا قبل الفطار بساعه، ساعه الا ربع، نص ساعه، ولو تعرفوا قبل كده كمان يبقى ما فيش اي مشكله وما فيش اي ضرر خالص. المهم يكون على الري قبل الفطار بساعه، ساعه ونص، ساعه الا ربع، ساعتين، زي ما تحبوا خالص، ما فيش اي مشكله. وانصحكم ان المشروب ده هيكون مره واحده بس في اليوم. وبعد ما قلت لكم على المشروب الكبار اللي هيساعد كل الناس على حرق وتبتيد الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن، يا ريت تسمعوا كلامي وتنفسوه بالحرف الواحد، وبرده تهتموا بالاكلات بتاعتكم شويه، تقللوا كميه، ويكون مشوي، مسلوق او على الجريل، ابعدوا عن السكريات والاملاح لانهم بيتقال عليهم السموم البيضاء. ويا ريت برده تشربوا 2 لتر او 3 لتر ميه في اليوم. وبرده الصبر الصبر الصبر، وبالكم يبقى طويل، والاستمرارية الدائمة، وانكم تشربوا المشروب ده مرة واحدة في اليوم، يعني قبل الفطار بساعة او بساعة ونص او بساعة لربع او بساعتين كمان، زي ما تحبوا خالص، ما فيش اي مشكلة. وطبعا انا مش هوصيكم بقى على انكم تعملوا اللايك الحلو بتاعكم، وتعملوا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. وياريت تحاولوا على قد ما تقدروا انكم تشيروا الفيديو مع كل الحبايب وكل الاصدقاء. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي، فانا بجد بشكركم من قلبي ومن جوه قلبي على صبركم ودعمكم ليا. فبكده احنا خلصنا حلقتنا، زي ما احنا بتعرفين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلقوا في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. ويا ريت تحاولوا على قد ما تقدروا انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. Peace.